احنا يا مشاركين في هذا الورش التطوعي والتحسيسي بمدينه الرباط في نزهه حسان، اللي من خلاله كيشاركوا مجموعه من ديال الجمعيات ومجموعه من ديال المتطوعين. كاين متطوعين مغاربه واجانب، مغاربه واجانب، بالنسبه لليوم العالمي للتطوع اللي غادي يعطينا واحد الاضافات ان شاء الله. ونتمنى يكون هذا العمل تحسيسي باش يعرفوا الشباب ديالنا قيمه العمل التطوعي، ومن خلاله باش ننميو البلاد ديالنا ان شاء الله. وبالنسبه للمشاركه ديالنا حنايا، هنايا كاينين المشاركين، هنايا ثلاثه المشاركين ديال جمعيه الاورش المغربيه الشباب، واللي كنعرفوا كاين بالنسبه اللي كاين هنا، كاين عاوتاني الاتحاد هو اللي مشرف على هذا العمل التطوعي. والسلام عليكم.